سعيا منه لإيجاد طريقة تناسب الوضع الراهن وتحقق ما يناسب المزارعين من الناحية المادية. عمل المهندس أسامة المهجر من ريف حما والمقيم حاليا في ريف جرابلس على استخدام طريقة الري الضبابي، والتي تعتبر من الطرق الحديثة في ري المحاصيل الزراعية. نظرا لحاجة الأخوة المزارعين إلى طرق ري ووسائل حديثة ومفيدة واقتصادية، قمنا كفريق صيدلية مورك الزراعي بالبحث عن هذه الوسائل، وتحقق باستجلاب خراطيم ضبابية نوع تايواني طول 100 متر عبارة عن بكرة مسقبة ثقوب ثلاثية ذات أبعاد متناسبة. يتم وصل هذه الخراطيم على الغطاس مباشرة أو عن طريق خرطوم توصيل. توقيت استخدام الري الضبابي في فصل الخريف وفصل الربيع عند انكسار درجات الحرارة إلى ما دون 30 مئوي، وبإمكاننا استخدام ألواح الطاقة الشمسية في المناطق التي تفتقر إلى الكهرباء. بالنسبة لاستخدام هذا النظام في الري، يستخدم للمحاصيل الزراعية طبعا الأراضي المكشوفة التي تزرع في الخضار، ويستخدم كذلك في الأشجار المثمرة سواء الفستق الحلبي أو الزيتون وما شابه. مقارنة بطرق الري السابقة، فإن عملية الري الضبابي تمتاز بميزات عدة، مثل التقليل من الجهد الجسدي وتوفير التكاليف المادية، وأيضا أثره الجيد على الأرض والمحصول من ناحية الإنتاج والجودة. قديما كنا نستخدم الري بالأحواض، كنا نتعذب بالأحواض، وبعد ما نسقيها بدنا نرجع بعد ما تشقق الأرض بدنا نرجع ندقها. أما أرحز طريقة الري الضبابي، نمد الخرطوم ولحاله يسقي، أنت وبارك يسقي، ولاحظنا أنه النتائج أفضل للشجر كإنتاج وكموسم وكأوراق، الفائدة أكثر والعذاب أقل والتكلفة أقل. في الفترة الأخيرة أصبح التوجه إلى طرق الري الحديثة، والتي يعتبر الري الضبابي أفضلها، واضحا من قبل المزارعين لامتلاكه ميزات تتناسب مع طبيعة الأراضي في المنطقة. تعتبر عملية الري الضبابي من عمليات الري الحديثة والمدخلة حديثا إلى مناطق شمال سوريا، والتي تمتاز بميزات كثيرة تناسب هذه المناطق. محمد ملا علي، جرابلس، حلب اليوم.